اوكي يا معلمين، مرحب بيكم، اخباركم ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم حنعمل شباب ان شاء الله حاجتين تنتين. اول شيء بدنا نسوي، لو مسكنا السيف ضغطنا قال يا معلمين في عندك بريث يا معلم، هانا بس مش مبين هذا من وجهه انه بيعمل بريث. البريث هذا شباب بدنا نطوره اكثر يعني بزياده ان شاء الله. وغير هيك بدنا نجيب تنفس تبع رينجوكو شباب، تنفس النار او تنفس الفليم او مش عارف شو بتسموه. فهذول شباب الحاجتين اللي حنجيبهم. بس شباب بدي اوريكم شغله، لو ضغطنا على السهم هذا، ايوه هيا، في عندك يا صاحبي 20 سلاح، وال 20 سلاح فولكينو. استنى، انا اللي معي مش فولكينو، ايش هذا الفولكينو؟ بعرفوش هذا، عشان لسه اول مره ادخلها معاك. وهذه في عندك يا صاحبي هنا فولكينو سلاح ليجندري. طيب وفولكينو كتانا يعني، وفي عندك المست برضو، المست ما طلع ليش على ما اظن، ما طلع ليش. وعندك كلاود كتانا، والله في شاف في كثير ما طلعلوش. هذا بتهيلي طلع لي على ما اظن، بس هذا تكون شيطان. هذا ما طلع ليش، مخالب شكلها. هذا معي الفليم كتانا تير 3 تير 5. من التير 3 بيطلع نص، ومن التير 5 بيطلع. طب هذا الفولكينو شكله شباب، هذا هو اكثر واحد اسطوري، بعطي فيه له بف كمان 5 مور دامج فور فليم بريث. اوف والله شباب. يبقى هذا اسطوري، وهذا اسطوري كمان. الكلاود كتانا بيعطيك برضو ايش، هذا تبع الضباب شباب. هذا فيا معلمين، من هنا شباب تشوفوا اللي بدكم اياه، ايش اسلحه فيه. هذا ليش لونه مش مكتوب ايش يعني ندرته، والله شكله هذا اندر حاجه ما انا مش عارف. طيب شوف والله شباب في امور كتير. فمعلمين من هنا شباب تشوفوا اللي بدكم اياه، ايش فيه في التحديث، ايش في حاجات جديده، كله الشباب موجود هنا. اهم حاجه وصلنا ليفل 144. واحد يضربني يا معلمين، وصلنا شباب ليفل 144، ضايل لي شوي يعني على الماكس، ضايل لي 20 ليفل او 30 ليفل. عشان تعمل يا معلم تنفس النار بدك تروح على السيتي هذه. احنا مش حنروح على السيتي، حنروح على هذه. وهذه يا معلمين عشان ايش تعمل؟ تهيألي من هان عشان تعمل، ايوه عشان تعمل هذول يا معلم التنفس. فخلينا يا شباب نشتغل فيهم واحده واحده ونشوف. بقول لك سمول حقها 200. طيب انا حشتغل فيهم. اوكي طيب نضغط، بقول لي ام، ايش ام؟ هيات يا عم بدون ام. طيب اضغط 3 مرات يا معلم. 2، مش عارف لازم اشتغل من هنا ولا اشتغل من الكبير ولا ايش بالضبط، ما بعرف صراحة. بس بقدر شباب اشوف، انا شريت شغلة بتذكر زمان. هنا هاي البريث هذه، اعتقد هذه ليفل 4 بدعم البريث 720 اعتقد هيك صح. طب استنوا شوي، خلينا نعمل هذه بعدين ناخذ الكبيرة الحين. طيب هذه اللي ما عملناهاش صار 6، شايفين؟ طيب الحين لو جينا على الكبيرة هذه، يس والله شباب بطول كتير الصراحة. بس مش عارف عاد يا اخي كيف انكسرت، مش عارف قديش حسب لي الحين. 42 كويس، 42 رقم كويس والله. بس الشباب اللي خاطر عملهم كلهم، خلينا نضل شغالين عليهم ونشوف في الاخر ايش يصير معنا. طيب شباب لسه شباب شغالين احنا، بس خلينا نضغط ام عشان اراقب الوضع. ايوه تقريبا الشباب هذه 20 21 من الجره الكبيره يعني، هذه مش ذاكر صراحه، بس تقريبا هذه ال20 اللي معاي. خلينا نشوف لما نخلص نعملها فل ايش حيصير. خلاص اخرها اوكي. ما صارش حاجة هنا، ما بعرف وش المفروض يكون سريع. أيوه لا أيوه جالي خلاص تمام. إيش انتر؟ أيوه هذا اللي بدي إياه أنا، هاي شو اللي بدي إياه. يا شوف 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 الحلاوة يا معلم حاجة أسطورية. بضلوا ماشي زي هيك والله حاجة نار. خلاص هيك تمام، هيك تمام، مش لازم نلفله كمان، خلاص هيك الدنيا كويسة معانا. فالحين يا معلمين بس عندي البريث المشكلة بخلص، بس مش مشكلة بطول هو أصلا هو في السرعة. طيب هيك شباب ممتاز. بتهيألي شباب برضو البريث هذا على ما أظن إنه لو اتدمجت أنا بيرجع لي الدم على ما أظن. الحين بنشوف، بس نجرب نعمل التنفس في الأول. بتهيألي هذا هو الحصان على ما أظن، هذا الحصان. أيوه هذا الحصان ممتاز. الحين شباب نروح نعمل التنفس، بعد ما نعمل تنفس بنروح بنقاتل وبنشوف هذا زي ما قلت لكم إذا بيرجع الدم ولا لا. طبعا يا معلمين عشان تعملوا اللي هو البريث تبع رينجوكو او التنفس تبع النار تبع رينجوكو، لازم يا صاحبي ليفلك يكون 75، ولازم يا معلم تكون معك فلوس. مش فاكر الحين بنشوف قديش الفلوس، بس الاهم اللي هي القرون شباب هذه لازم يكون معك 150 قرن. فخلينا نشوف، بقول لي اقلب وجهك ايش get out of my مش عارف شو. طيب معلمين شباب انا ناسي انه اصلا معي تنفس، معي تنفس هيو هذا. ايش فيه؟
ايوه هي تنفس الماء، فلازم الشباب نشيل التنفس هذا الحيني. فعندك يا معلم اكثر من طريقه. تيجي هان تدفع 300 روب وهي تشاب ريست بريثينج، يعني ايش تشيل البريث تبعك، لو ضغطنا هان ايش بصير؟ 3 كور والله كويس. كور ولا اور هي اسم؟ تهلي اور اسمها مش كور، اسمها اور. اور مش عارف ايش بقول كور انا، بس يلا مشولي مشولي. طيب شباب الحين نضغط يوز ونقول لهم معلمين ريست معناش بريث. ايش معنى بريث يا شباب؟ هيك صرنا ايش مفلسين معلمين. فالحين لو ضغطنا هنا يا سلام يا سلام الدنيا في اللوس صارت. فخلينا شباب نقبل، انا مش حقرا حاجه يعني. ايوه هاي شباب بقول لك بده 10000 ين وبده 150 ديمون هورن اللي هو قرن الشياطين يعني. فاحنا معانا يا معلم، احنا موافقين على كل حاجه. والحين يا شباب بقول لك ايش هو شباب، انا مش فاهم الصراحه ايش مكتوب، بس لازم كنت لحط لك يعني هو المهمه. هاي ايش المهم هناك؟ شكله بده اياك تشد اللي هي الصخور، يعني زي التنفس اللي عملنا تنفس الماء اذا شفتوا الحلقه، نفس القصه على ما اظن. اوكي يا معلمين وصلنا ممتاز. شباب طلعت شباب ايش انك تسحب يا معلم الحاجات هذه. فخلينا نيجي عند هاد نقول له بسم الله. ايش ده كان اسحبها وين يا معلم؟ في شيطان هناك، كيف تسحبها هناك ان شاء الله؟ انا طيب خلينا نوديها هذه هناك. القصة سهلة يعني مش صعبة، الصعب الحين حيجي لقدام اللي أنا بكرهه اللي بتحط بقول لك حط أحرف وحط مش عارف شو الزناخة تبعتهم هذه. طيب يلا أوكي خلصنا، شكرا لك. خلاص يا معلم هيك بس هيك كويس. هيا أول شباب أول حاجة خلصناها ممتاز. مرحبا كبير، إيش في عندك مهمة تانية؟ I need مش عارف شو ماشي. إيش بده عينين ولا إيش قال؟ مش عارف. ميديتيت بقول لك المعلم. طيب شباب وصلنا للمنطقة بس في شياطين كتير، هي اللي بقهر. هذه يا الله لو ان شباب انتقلنا عليها لسه احسن انتقال، هذه شباب اللي عملنا فيها التنفس قبل شوية. فهنا شباب الحين اللي انا اللي بكره، هذا اللي بكره وبحبوش من مرة. نشوف شباب بس ايش. لا مش هادي بتاعي الازرق اللي انا بقدر لها. هذه سهلة بالنسبة لي انا سهلة يا شباب، هذه يعني نعملها عاد جدا. بس تحت الاحرف في اللي دمها زنخ. اوكي تمام شباب خلصنا ممتاز جدا. الحين شباب بضل هذه المقرفة اللي انا بكرهها. بس خلينا ننتقل، في حصان شفته هناك انا. طيب معلمين وصلنا عند المعلم رينجوكو. طيب ايش في عندك مهمة تانية؟ ما تقوليش الحين تاعت ال، خلينا شباب ننتقل على اللي هي هذه. فالحين شباب تبعت الاحرف، فانا شباب الحامل بكل بساطة حخلي مايك يعمل لي اياها، انا مستحيل اعملها. واللي مش عارف شباب يعملها في برامج شباب، برنامج بيقلل لك الفريمات. واذا حابين شباب تشوفوا البرنامج هذا، انا عملت حلقة عن تنفس الماء شرحت لكم فيه كيف يعني تقلل الفريمات عشان تقدر تعمل احرف هذه يعني ايش بكل بساطة. فانا شباب بس اليوم مش حقلل الفريمات عشان تصوير ما يخربش يعني. فخلونا شباب نعملها هذه ونشوف ايش يصير معنا. يلا يا مايك. طيب شباب انا وقفت التسجيل لانه تلخبطنا كثير، او مايك يعني تلخبط كثير، مش انا ما عملتش حاجه، انا بس كنت اتفرج. المهم خلصها الحمد لله انه خلصها. خلينا شباب نرجع لعند رينجوكو. بتهيالي شباب ضايل كمان واحده اللي هي تاعت يا عمون الطريق. طلعوا الباب، هاي الباب. بتهيالي شباب ضايل كمان تاعت الحجر، لما تكسر الحجر برضو فيها احرف. فمايك حيرجع لي ثاني الحين شكله هيك. فخلينا شباب بس ننتقل. مرحبا يا معلم رينجوكو، ايش في عندك كمان شغل؟ ورينا شغلك يا معلم. طيب معلمين يا شباب وصلنا زي ما قلت لكم، ضايل هاد شباب تاعت الاحرف. فخلي برضو مايك يعمل لي اياها. يلا يا معلم لازم اطلع السيف. ايوه يلا. طيب شباب مايك هو شغال، انا ماليش دخل، بديش اتكلم عشان ما لخبطوش. هاي خلصت بي اي يو تي تي اي ان ان خلاص. على السريع يا معلمين، انتوا عارفين يا شباب انه انا المشكله لسه مش عامل الاختبار لحتى الان، اللي هو الغراب هذا اللي بيجي بيعطيك مهمات ومش عارف شو، لا حتى الان مش عامله. فلازم شباب اعمله، شكلي حعمله بين الكواليس، او اذا حابين اسجل منه حلقه بنسجل حلقه عن الاختبار يعني. طبعا الاختبار شباب في العالم الاول بيكون. خلينا شباب بس احنا في حلقتنا الحين ونشوف. مرحبا يا معلم رينجوكو، حتخلص حتعطيني اياه رينجيكي. طيب بتهيألي شباب حيخليني اقتل واحد على ما اظن اسمه هو رمبيكي، بدي انا اقتل رمبيكي. فمش عارف حقدر اقتله مش حقدر، لانه شباب معيش تنفس اصلا. وهي معلمين لمعلم رمبيكي، فمش عارف. السلام عليكم يا رمبيكي. اسكت وي والله ممكن ينضرب يا شباب صح؟ سنة لا يا زلم لا. ايوه تعال ضيف تعال.
والله شباب ممكن ممكن نضربه بس هو ما يعصبش، المهم في اخرها. لا الدنيا كويسه، الدنيا كويسه، الدنيا كويسه، لحالي كويس مع تنفس النار هذا الهبيله. مين اسرع انا ولا انت؟ لا تعلقيش. اوكي شباب خلينا نتشرد منه بس، نعمل له ستان. استنى يا زلمه، كويس انه شباب انه هيلي، كويس انه هيلي عالي، كويس انه هيلي عالي وليفل عالي. ايوه شردت والله، شردت بالعمدن لورو. لا بتقتلنيش يا الله علينا. استهترت فيه، انا استهترت. ان شاء الله حيكون سهل ان شاء الله. بس تعملش مهاره يا زلمه، تعملش مهاره يا زلمه. هو شاب حيهزمني، اذا حيهزمني حيهزمني من قصة الاحرف هذه الكثير اللي ملهاش لزوم اصلا. اضرب يا زلمه سيف من الاحرف، ده مش ضايل في دم محاجة. بوقع له صندوق كمان، والله كويس اذا بوقع صندوق في المهمة يعني ممتاز. اوكي معلمين خلصنا شباب. موقع ليش حاجة، اعطاني البريد زي اللي اعطاني البريد صح؟ والله اعطاني البريد يا معلم. اخيرا شباب، اخيرا 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 يا الهي والله شباب حاجه اسطوريه. طيب شباب هيك احنا وضعنا ممتاز، بس جيب لي وجهك يا معلم. هيك وضعنا شباب هيك ممتاز جدا، بس ضل شباب المهاره هاد شايفينها. فهذه شباب المهاره شايفينها هذه اللي هي اسمها، بقول لي عشان اجيبها لازم اهزم رينجوكو واخذ المهاره منه. فلازم معلمين نروح على رينجوكو، بتهيالي الحين مرسبن حيكون، بس لازم اجيب معي حد عشان نهزمه. لحالي ما اظنش اقدر اهزمه يعني، حيكون صعب جدا. فخلينا شباب ننطلق على رينجوكو. طيب معلمين رينجوكو شباب هي تقرب، قرب يرسبن المعلم. معاي عماد وابراهيم وخالد. طيب شباب هي الحركه شباب صعب يعني توقع لي من اول مره، بس حكون محظوظ على الاخر لو وقعت لي من اول مره. خلينا نشوف، يلا ضل له 10 ثواني ورسبن. المشكله شباب فيش معي مهاره الا الزد، بس انا كنت لفل بس قلت لا خلينا شباب نجرب بدون بالاول. ايش صار؟ طيب معلمين مش عارف يعني، بدينا تصوير و وصار تحديث للعبة، فمش مشكلة مش مشكلة بقدر اتصدى. يخيط شوف 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 صد، ضرب خمس ضربات او شال من درعي خمس يعني وين راح؟ شال من درعي خمسة شباب بضربة. خيبت علينا والله، غير قتلني ابصر الحق اضربه شباب. هذا انا خلاص خلصنا. لا يا عمي مش وقته، مش وقته يا عمي، تحط لي انت كمان احرف وتحط لي مش عارف شو. طيب يلا معلمين، المفروض يكون المعلم 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 ما عطنيش مفتاحها الشباب. المفروض يعني الكلام الاحمر هذا يروح. طيب معلمين شغالين شباب احنا الحين تلبيل في المعلم السيف هذا، فالقصة حتطول معنا يعني شوية. بدنا نقتل البصات الموجودين كلهم، بدنا نقتل هذا الشباب، نقتل اكازا كمان، بس ان شاء الله احنا بنلب ليك وقعولنا حاجة يعني. كيو 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 مسكني والله ما لحقت اشرد يا عمي. خلاص يا عمي تزهقناش. اوكي مات المعلم. لفل يا شباب السيف، والله شباب طويل طويل لسه التلفيل. فحنروح شباب عند اكازا الحين نلفل. اوكي مسكناه ممتاز. مش عارف كيف فلت بس يلا. المهم نصطح وكتل. انا مش شباب بضرب كليكات وخلاص. ايش مهارات، ايش مهارات. اوكي معلمين مات المعلم. خلينا شباب بس ناخذ لنا بوشن. لفلنا حرك كويس يعني، اخيرا شباب صارت عندنا الزد وصارت عندنا الاكس. اوكي طيب شباب زرقنا المسكين هذا في الزاويه. اكل كده شوف شوف ممكن بيجري، شوف بيجري شوف شوف يا عمي. ليش طلعت يا زلمه؟ خلينا نتفرج عليك. خذ هذه الاكس كمان، ضبط لي حالك. حنشتغل شباب رينجوك كم مره. المره هذه معلم معانا حركات، معانا حركات معلم، معانا حركتين يعني. بس انا اسف انا اسف انا اسف. شردت؟ ما بعرف شردت ولا لا. يا زلمة اهدع حالك شوي. يلا مات مات المعلم. ما وين راح؟ اوكي شباب وقع مليون شغلة، وقع اور، وقع هادي، وقع هادي، وقع شغل شغلة. اوكي وقع الاور وموقعناش بس الحركة يا الله. بس شباب اعطانا ضربة اللي هي السي، مش عارف ما الوقع كتير مرة هذه، اعطانا هذه الضربة ما بعرف ايش هي. اوكي بقول لي اور نايس ممتاز. طيب طيب معلمين هذه شباب المرة الثالثة على ما اظن نقتل فيها رينجوكو، والله مش فاكر. لفلنا شباب شوية، جبنا حركة الفي. اوكي موقعش حاجة المعلم. جبت شباب حركة الفي بس بدها تنفس، خلينا بس نتنفس.
وفي شغله شباب لقيتها. احنا المشكله دمنا كامل الحين، لو ضغطنا معلمين على البريث زي هيك وضغطنا هيك، شوف هيك شباب بيعالج حاجه اسطوريه. شباب حاجه اسطوريه لما انت تطور التنفس تبعك بتصير حاجه اسطوريه. يعني عندنا شباب هادي ضايل لها 10 ليفلات هادي الضربه هياتها معلمين تقريبا هو زي تنفس الماء تقريبا يعني، وهذه هيك سي اوكي. وشفنا الاكس يا معلمين، وهي الاكس وهي الزد. الحين شباب بخلي الشباب يعملوا الحركتين لانه بصراحه حطول انا وانا اعمل ايش في ايش او نلفل في هذا، بخلي خليهم يعملوها. اللي بعد في اللي بعد في يا معلم اللي بعد في اللي بعد في اوكي. هذه هذه شباب بتعمل هيك زي انيميشن ومش عارف شو، حركه اسطوريه بصراحه. بس صراحه شباب الفيديو طول كتير كتير كتير، فعشان هيك شباب حوقف هان. وان شاء الله شباب الحلقه الجايه بوريكم اياهم الحركات، حكون ملفل ومجهز امور ان شاء الله، بدي احاول لفل ماكس كمان. بس المهم شباب ورناكم كيف يعني كيف تجيبوا التنفس، كيف تطور التنفس اللي هو هذا يا معلمين هذا اسطوري، وكيف تعالج حالك يا معلم بحرف ال تضغط هانه وتعالج حالك زي الحلاوه. ورناكم كيف نجيب التنفس النار. فيا صاحبي لو عجبتك الحلقه ما تنساني من لايك واشتراك معي في القناه، من هنا ابطال الحلقه القادمه ان شاء الله. وراكم على خير وسلام.